السيد وزير السياحة، دونك نمشي مباشرة لزميلنا خمايس بوطان وضيف السيد روني ترابلسي. مرحبا بك خمايس. شكرا لك فاتن، تحيه لك ولكل لكل المشاهدين القناه الوطنيه الاولى. كما ذكرت احنا موجودين في ولايه تطاويف في استضافه اولى قصيره باش تكون للسيد وزير السياحه ريني ترابلسي في برنامج في تونس، في انتظار بطبيعه الحال يكون بحذاكم ان شاء الله في قادم الايام في المباشر ويتحدثوا اكثر على القطاع السياحي. اليوم سيد وزير، اليوم اول زياره ميدانيه داخل الجمهوريه، اخترتوا ولايه تطاوين، اكيد عندكم علاش؟ بيسير عندي علاش. كما تعرف انا الاسبوع الجاي باش نزور برشا مناطق اخرين داخليه في تونس، وحبيت ولايه تطاوين على خاطر شخصيا نعرف البوتنسيال نتاع ولايه تطاوين، هي البدايه نتاع السياحه الصحراويه الصناعه التقليديه، ونعرفوها اللي هي محبوبه برشا من السواح السيركوي نتاع تطاوين، ونعرف جدا اللي هي فيها برشا مشاكل. واحنا جينا اليوم باش نسمعوا الناس ونسمعوا الحرفيين ونسمعوا اولاد المهنه، وهكا كما لاحظتوا معناها كل واحد معناها عنده ما يقولوا. فما حتى شكون قال لي راهو مشاكل كبار مش وقت وكل شيء، قلت لهم لا، انا نحب نجي ونحب نسمع على خاطر الوقت باش نجموا نمنعوا شويه السيزون هذا ونحضروا كان حب ربي الموسم الجاي. وفما زاده هي السياحه الراليه اللي كما تعرفوا اللي رالي كلهم، منطقه تطاوين هي منطقه كبيره برشا وفيها معناها سيركوي نتاع لي رالي. وفما انا نعرف اللي في الاداره شفت معناها ملفات نتاع دوموند نتاع دي جران رالي في الجنوب التونسي، وان شاء الله بيسير نبداو بتطاوين ونحيوا من الجديد. كفما الاسواق وفما شفت معناها الناس تخدم في خدمه باهيه، الصناعه التقليديه موجوده هوني ويلزمنا نعاونوهم باش يسوقوا باش الناس الكل تخدم لها روحها هوني في المنطقه. يعطيك الصحة سي ريني. سيد الوزير، بطبيعة الحال اللي احنا موجودين في سوق الصناعات التقليدية، الإشكال الكبير يظهر لي بالنسبة للحرفيين والصناعة التقليدية بصراحة هو الترويج والتسويق وحتى المسالك المؤدية للفضاءات هذه. هو شفت اللي انا بار اكزومبل هوني في السوق لاكسي معناها للسواح هو مسكر شويه، يلزمنا نشوفوا معناها مقام وين معناها لي بوس الكيران ينجموا معناها يلقاو البلاصه نتاعهم، يلزم يلقاو الراحه، مقاهي زاد يكونوا باهيين ومزيانين في الشيره دي، حتى علاش دي ريستورون فما شويه تنظيم يلزم يتعمل. لكن اسمع نقولها ديما، وين كنا وين ولينا، راهو اليوم باش نبداو من الجديد معناها السياحه في المنطقه، تونس كامله تمست في السياحه، وبيسور السياحه الصحراويه والمناطق الداخليه يتمسوا ديما اكثر. باش نشوفوا باش ناخذوا نوت ونسمعوا الناس الكل، وان شاء الله معناها نقدموا مشاريع باش نعاونوا الناس الكل. السوق كما تشوف مزيان برشا، الحوانت نشوف فيه معناها البضايع نتاعهم حلوه ومعموله، وشكرا معناها لاولاد المهنه اللي هم يخدموا براتيكمون معناها بيديهم نهار كامل معناها باش يخرجوا المنتوج هذايا، ويلزمنا نسمعوهم ونعاونوهم. سؤال اخير سيد الوزير، حكيت على سياحه الرياضات وخاصه الراليات، ولكن فما اشكال بصراحه في ولايه تطاوين في المناطق الصحراويه، وانت تحدثت عليه ان يتم رفع الحجر السفر الى هذه المناطق وخاصه الدرجه اللي موجوده الان، وهذا يظهر لي باش تشتغل معه خاصه مع السفارات مع البعثات الدبلوماسيه حتى يتم رفع، ونشوفها ولايه تطاوين امنه ما شاء الله، معناتها امور واضحه، ولكن بطبيعه الحال رفع الحجر السفر لبعض الواحد الجنسيات يخلي يطور السياحه ان شاء الله. شوف انا قابلت في الوزاره سفير فرنسا وسفير ايطاليا وسفير امريكا، هذوما معناها حبيت نقابلهم الاولين على خاطر مهمين ياسر لتونس، معناها الامن نتاع تونس. سفير فرنسا طلبت منه باش يعاوننا باش ينحينا اللون الاحمر في المناطق الصحراويه والجنوبيه نتاع كامل الجمهوريه، وهو وعدني وعملت مطلب
عن طريق وزارة الخارجية التونسية باش فرنسا تنحي اللون الأحمر، وإن شاء الله هذه يعملوه في أقرب وقت. ودير هو قال لي معناها قد لي اللي بش يعدي عطلة رأس العام في توزر اللي هي منطقة زادة بالأحمر، معناها ديجا سفير فرنسي بش يعدي، معناها هو عنده ثقة في الأمن ويعرف. وسفير أمريكا قال لي اللي الأمن في تونس هو أمن يشبه معناه الأمن اللي موجود في أوروبا كاملة، معناه هم يعرفوا لأمن تونس رجع، وهذه معناه حاجة باهية للسياحة. الأمن هو الكل باش السواح يرجعوا لتونس، وتو يلزمنا نخدموا من جديد نعاودوا نرجعوا. فما حاجات تبدوا زاده في السياحه، في السياحه الصحراويه فما لي ميزون دوت كما تعرف، والمنطقه نتاع تطاوين فيها بوتنسيال كبير برشا كما تعرف، اكثر من 20% برسك 23000 معناها السيرفاس نتاع تونس هي في تطاوين، معناها بلاد تطاوين بلاد مش ولايه برك، بلاد كبيره وفيها بوتنسيال كبير برشا. وان شاء الله معناها نشجعوا برشا، نعرف سمعت برشا حاجات من الاخوان هوني في تطاوين، برشا مشاكل فيهم حلول، وان شاء الله مع بعضنا كلنا نتعاونوا. شكرا جزيلا لك السيد ريني طرابلسي وزير السياحه. فاتن كاد بطبيعه الحال كما ذكرت ان شاء الله هذه جزء من استضافه ان شاء الله تكون موسعه في تونس واحد، بطبيعه الحال وعد هذا على المباشر تكون في البرنامج تاعنا. ان شاء الله بيسير في الوطنيه نجيو بحذاهم في كل وقت. انا حضرت كما تعرف اول ميسيون زي ما سي هذه مكي، وهو من الجهه ونسمى من الجنوب، وان شاء الله نجي ونحكيوا على السياحه وعلى برنامج السياحه والصناعه التقليديه. وشكرا للوطنيه ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا لك فاتن بطبيعة الحال. فاتن هذا وعد على المباشر، نلتقي ان شاء الله بعد قليل في متابعه لهذه الزياره. يعطيك الصحه فاتن والى اللقاء. شكرا لك خميس، يعطيك الصحه. دونك احنا زاد كنا وجهنا دعوه للسيد الوزير وان شاء الله يكون موجود بحضنا في البلاتو. نرجعوا نتابعوا التحركات الاجتماعيه مع زميلتنا حنان. شهر والا نقولوا شهرين اضرابات ما بين ديسمبر جانفي، فتره سخونه برشا، واحنا ان شاء الله باش نعملوا عمليه رصد اسبوعيا، نحاولوا نشوفوا اهم التحركات باش ما تكونش يوميا. كملنا من تطاوين قبل المداخله وكان ربط جميل مع خميس بوبتان، باش نمشيوا للقصرين وين وقفه احتجاجيه قدام الولايه نفذوها الخميس اللي فات. عدد من الشبان في كل مره هما ينفذوا وقفة احتجاجية للتذكير بملفهم لأنهم معتصمين في اعتصام الصمود منذ 10 أشهر. في كل مرة يتم تحرك صغير، وقفة احتجاجية لجلب الاهتمام، راهي ما طلبنا ما تحققش، وراهم مازلنا معتصمين قدام المعتمدية والولاية في القصري. قفصة، نمشيو لقفصة في رديف. أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل دخلوا في اعتصام مفتوح قدام المعتمدية منذ بداية شهر ديسمبر، ومازالوا حتى لليوم. في تليفون مع زميلنا رمزي أفضل أكد لي أنه الاعتصام مازال متواصل ويهدوا أكثر بخطوات تصعيدية طبعا من أجل التشغيل والتنمية. هما مجموعة متكونة تقريبا من أكثر من 500 شاب وشابة ضد ما سموه وما قالوا أنه تجاوزات في مناظرة شركة البيئة والغراسات. كل مرة هذه كل ما تطلع نتيجة لازم فما ناس تحتج على نتيجة المناظرات. قبلها في المدينة أيضا صارت مسيرة احتجاجية في آخر شهر نوفمبر، ما عندهاش برشا توا 10 أيام، مسيرة احتجاجية على خلفية عدم قبول هذوما عدد من الشباب اللي عملوا المسيرة، عدم قبول ملفاتهم في مناظرة انتداب أعوان تنفيذ. وأيضا أصحاب الشهادات العليا عندهم مشكلة في قفصة، ديما ملفاتهم ما تتقبلش حسب رأيهم، ديما قاعدين نقولوا عن طريق في شركة البيئة والغراسات والبستنة. في جابس أهالي الحامة ومنزل الحبيب البارح بركة نفذوا وقفة أو إضراب عام في المعتمديتين الحامة ومنزل الحبيب، هو المشروع تركيز مصب لمادة الفوسفوجيبس. عندهم مدة برشا تحركات لرفض هذا المشروع اللي ما له من تلوث كبير للمنطقة، وهذه نوعية أخرى من الاحتجاجات، الاحتجاجات على المناخ، الاحتجاجات على البيئة، الصحة، وكله مربوط ببعضه. مسيرة أيضا نفذوها الجمعة اللي فاتت نهار 7 ديسمبر رفضا لمشروع تركيز مصب لمادة الفوسفوجيبس في معتمدية منزل الحبيب القريبة من جهة الحامة.
وباش يدخلوا في سلسله من التحركات التصعيديه لمنع تنفيذ القرار هذا اللي تم اتخاذه منذ ايام. تاكد انه سياسيا او الجهات السلطات المعنيه باش تنفذ هذا القرار. باش نكمل فقط بالقروان اللي وحبيت القروان تكون موجوده لانه نوعيه الاحتجاجات في القروان مختلفه على المناطق الاخرى. في حفوز يحتاج على انقطاع المياه الشرب، في حاجب العيون المطالبة بالتشغيل، وخاصة أنه فما معمل للمياه المعدنية سكر أغلق. المؤسسة صرح جميع قام بعملية تسريح لجميع العمال والفنيين في أجل إلى أجل غير مسمى، لأنه قال ما عادش نجم نخدم في ظل هالاحتجاجات هذه كله. في بوحجلة المحتجين على إلغاء الشركة الجهوية للنقل للخط الحافلة. نعش كان نجم نكمل فقط بالنشرية اللي تصدرها شهريا. نعم هذا اخر معناها اخبار. المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه هو يصدر نشريه كل شهر كما اللي حبينا نعملوها احنا اليوم. يقول انه في شهر اكتوبر في ندوه صحفيه نهار 5 ديسمبر الجمعه اللي فاتت اعلن عليه 467 تحرك احتجاجي. العدد الاكبر كان في ولايه القروان، مدنين، قفصه، والقصرين، ونابل. واحنا باش نواصلوا كما قلنا ان شاء الله كل جمعه ناخذوا مختلف التحركات الاجتماعيه، لانه المناخ الاجتماعي الفتره الاخرانيه متوتر بعديد التعبيرات، كل واحد كيفاش يعبر نضاليا على رايه والمطالب نتاعو. شكرا لك حنان. ما ينجمش يكون موجز يظهر لي، لازم نشره مطوله. ما حاولنا نختصر ما شاء الله برشا تحركات اجتماعيه باختلاف المطالب. هكا نكونوا ختمنا فقره الاحتجاجات والتحركات ما بين ديسمبر وجانفي. في كل عام الحقيقة تكون الأوضاع سخونة ياسر. احنا باش نتحثوا على السلامة المرورية. بحضينا في البلاتو مدام عفيف بن غنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك عفيف. يعيشك فيت، تحية ليك وشكرا على استضافة في البرنامج نتاعك. شكرا ليك، مرحبا. هيت قبل ما نبداو نحكي ونشوفوا سبوت الخاص بالجمعية في إطار الأنشطة نتاعكم التوعوية، نشوفوا السبوت هذايا ثم نرجو. عندك كهرباء؟ كي تسنتر روحك تستر روحك تحمي روحك، الروح عزيزة. أنا اليوم باش نحكي على حاجة مهمة ياسر، اللي هي السنتور، حزام الأمان. وردة تذبل، حلمة توفى، وورقة تطيح. وذا كل علاش؟ على خاطر نساء ما حدش يسبتها. تي ساهلة برشا الحكاية راه. سجون ده. قلتوا سبت انسى الومضه التحسيسيه. سانتور هي مهمه اللي كنت حياتك وحياه اللي معاك. تتفاهم انت وابوك وامك وقت اللي تركب تقول لهم قال عمي رضوان نحطوا السبته. عس عليهم ما تخليهمش يسوقوا الكربه حتى لين يعمل سانتور. حلو سبوت سامبل، نتصور يكون افيكاس. برشا ناس يتفرجوا فينا اليوم رغم انه القانون دخل حيز التنفيذ ويعاقب كل من لا يحمل حزام الامان، لكن مازلنا لليوم الحقيقه نشوفه يمكن اقل من قبل، لكن مازال موجود اليوم شكون ما يحطش حزام الامان. وهذا موضوع الومضه نبداو بها من بعد نحكيو على النادي. صحيح فاتنا سيد المخرج بربي نحب نوجه له تحيه على خاطر مخرج الومضه هو مخرج للبرنامج. ايوه هو سفير في جمعيه سفراء السلامة المرورية، تحية ليه كبيرة نجيب. حبيت نقول فاتن وأنه الومضة التوعوية هذه والكامباني الحملة التحسيسية اللي تحت شعار حط السبتة كان عندها دور كبير برشا في معناتها تفعيل القانون نتاع وضع حزام، إجبارية وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية وإن شاء الله في الخلفية. لكن احنا كنا معناتها كجمعية سفراء السلامة المرورية من أول نهار معناتها كنا مقتنعين معناتها اللي وضع حزام الأمان باش ينقص من الجرافيتي معناتها نتاع حوادث المرور، وسجلنا معناتها نقص في عدد القتلى نتاع حوادث المرور، وكانت الحمله هذه ناجحه ولقات كل الترحيب حتى من السلطات معناتها الحكومه نتاعنا وزاره النقل وزاره الداخليه اللي شاركوا معنا في الحمله هذه. وان شاء الله معناتها تكون الحملات هذا هو الاستراتيجيه نتاع جمعيه سفراء السلامه المروريه، وانه معناتها لي كومباني نتاعنا تكون ديما وراهم نتيجه والنتيجه هذه تكون تخفيض في عدد القتلى وعدد الجرحى. فهذه معناتها من لي كومباني هوني نشوفوا حتى معناتها الحمله اللي بدات بها الجمعيه في سنه 2013
14 وهوني معناتها السفراء نتاعنا اللي ديما احنا في في استراتيجي نتاعنا في جمعيه سفراء سلامه المروريه وانه يكونوا عندنا سفراء سفراء يكونوا هما معناتها اقرب من الناس الناس تحبهم الناس تسمعهم الناس تنجم تتاثر معناتها بالكلام نتاعهم. الحمله الاولى في سنه 2013 اللي هي تحت شعار سمحني ما يصيرش كان على غيرك نخليك انت وضميرك كانت معنا السيده منى نور الدين السيده كوثر الباردي المرحوم الفنان الكبير حسن الدهماني وحرم الاسعد الورتاني فكانوا معناتها هما بيدهم عاشوا ماساه حادث مرور وحبوا يتقاسموا التجربه هذه ويوصلوها لمستعملي الطريق حتى ياثروا على السلوك نتاعهم ويقولوا لهم راهو الاكسيدون ينجم يصير لكل واحد فينا. مع الاسف حسن الدهماني اللي كان معاكم في السبوت هذيك فقدناه في حادث مرور واليوم نلقاكم تاسسوا نادي حسن الدهماني للسلامه المروريه نترحموا عليه من جديد ونحييوا عائلته اذا كان فيهم شكون في المشاهده اليوم. خسرنا فنان كبير لكن اليوم اسمه باش يقعد يلم برشا ناس حتى نواصلوا هالحملات التوعويه هذا هو فاتن معناتها هذه هي معناتها لو كونسيبت اللي احنا خدمنا عليه وانه سي حسن الدهماني كان من اول ما من السفراء اللي امنوا بجمعيه سفراء سلامه المروريه وكان معناتها قام بحمله على الهاتف الجوال يقول هزيت التليفون باش نقضي قضيتي اخي شعره ولا خسرت حياتي. للاسف معناتها كانت النهايه نتاعو على اثر حادث مرور وان شاء الله ربي معناتها يرحمه. لكن احنا حبينا النادي هذا يحمل الاسم نتاع الفنان الكبير اللي كان معناتها التاسيس نتاعو الاسبوع الفارط يوم الجمعه 7 ديسمبر بمدرسه المكفوفين. علاش الاختيار هذايا بالذات معناتها المدرسه نتاع المكفوفين وانه جمعيه سفراء سلامه المروريه خذت على عاتقها حمايه الفئه الهشه هذه من مستعملي الطريق. احنا نعرف انه مجله الطرقات ما فيها حتى تنصيص على الحق نتاع المكفوف في الطريق وقاعدين تشوف فيتن وانه الناس ولات مرعوبه معناتها الفئه هذه باش يشق الكياس يخاف باش يخرج حتى من المؤسسه. احنا ديما نتكلموا على الناس العاديين يلقاو صعوبات ما فماش لي فيم تاع البيتون ساعات وغيره وغيره وغيره. لكن احنا كنعرفوا الرقم معناتها عندنا 77,000 معناتها مكفوف في الطريق حامل لاعاقه ما يلقاش حقه في الطريق من سنه 1968 ما فما حتى قانون ينص. احنا معناتها في كان معناتها الانطلاقه نتاع الحمله لحمايه معناتها هذه الفئه الهشه وحقها في الطريق كانت من يوم 15 اكتوبر في اليوم العالمي للعصا البيضاء. قامت جمعيه سفراء السلامه المروريه باصدار عريضه، العريضه هذه عملنا فيها كوليكت نتاع الامضاءات نتاع الناس الكل اللي يطالبوا معناتها بحمايه الفئه هذه وتوجهنا لمجلس النواب، المجلس النواب اللي كانت معنا معناتها في اللجنه نتاع المكفوفين لجنه سامحني الصحه والشؤون الاجتماعيه برئاسه النائب الدكتور سهيل العلويني اللي لقات كل معناتها الترحيب العريضه هذه. ان شاء الله معناتها تعادات لوزاره النقل حتى يتم مراجعه معناتها الفصول والمقتضيات نتاع المجله لحمايه هذه الفئه. فكان عندنا معناتها النادي هذا اللي تم تاسيسه بمدرسه المكفوفين وكانت معناتها بادره اولى من نوعها وانه احنا ديما نتوجهوا للمدارس المؤسسات التربويه على دليل هذايا دليل السير في الطريق اللي هو يتم تنشيط به نوادي التربيه المروريه بالنسبه للوليدات الصغار لنشر ثقافه سلامه المرور. لكن الجمعيه قامت باصدار نفس الكونتينو معناتها مع شويه تحوير تحوير معناتها في المحتوى بالنسبه للوليدات الصغار المكفوفين الحاملي الاعاقه بلغه البراي حتى يتم معناتها الصغيرات هذوما يكون عندهم حق معناتها باش يتبعوا وباش يثقفوا في هذا المجال. ان شاء الله النادي هذايا معناتها باش يكون معناتها نادي باش تتواصل الانشطه نتاعو واخذين على عاتقنا. عاود هزلنا المجله وقول لنا وين نجموا نلقاوها اذا كان فما اليوم شكون يتبع فينا عفيف ويحب يطلع ويحب يوري لصغيراته ويحب يعدي لهم دي ميساج وين ينجم يلقى النسخه هذه؟ هذايا هي موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا معناتها الكل المجله لكن موجوده بالمقر نتاعنا ينجموا يتوجهوا اي مجانيا وهي تم تدعيم معناتها العديد من المؤسسات التربويه بهذا الكتيب هذا اللي في النوادي موجود وقاعدين يدرسوا به الوليدات الصغار. في حتى ان جو اللي ينجم معناتها صغير يروح مع عائلته كيما نتاع المونوبولي واحنا صغيرات ينجموا معناتها يلعب به مع العائله نتاعو حتى معناتها يكتشف المخاطر اللي ينجم معناتها يعترض لها الوليد الصغير في الطريق. فهذايا الدليل معناتها حبيناه معناتها يوصل حتى للفئه هذيا وفئه المكفوفين بلغه البراي وان شاء الله النادي هذا باش يتم تدعيمه بكل الدعائم البيداغوجيه في هذا المجال بلغه البراي ان شاء الله. ان شاء الله موافقين. يعطيك الصحه شكرا لك. تحياتنا لسفراء السلامه المروريه خدمه كبيره قاعدين تخدموا فيها اكيد بمجهود كل معناها الاطراف المتداخله في المجال هذايا نجموا نخفضوا برشا من الارقام اللي تخوف عنا في تونس بما يخص حوادث الطرقات. شكرا لك. يعطيك الصحه. احنا مازلنا مواصلين معكم في المباشر باش نتحدثوا على جونيور انتربريز لي اس جي باش يكونوا موجودين بحضنا بعد شويه في البلاتو نتحدثوا معاهم على ليفينمون اللي ينظموه كونفرنس في الحقيقه متعود
معودين نحكيوا على قصص نجاح، لكن هما باش يختاروا يحكيوا على قصص اخرى قد تقدم فايده من نوع اخر. قبل ما يلتحقوا بنا ضيفتنا رانيا بالي نائبه الرئيس حركه جونيور انتربريز اي اس جي، باش نحكيوا معاكم على صفحتنا اللي ديما نذكركم بها، وكيف كيف نذكركم بصفحه التلفزه الوطنيه، الصفحه الرسميه للتلفزه اللي تلقاو فيها كل ما يتعلق بالتلفزه ومتابعه للبرامج وكواليس الحصص نتاعنا، وكيف كيف تلقاو اعاده بث البرامج الكل على قناتنا على اليوتيوب الوطنيه ريبلاي. رانيا بالي نائبه رئيس حركه جونيور انتربريز اي اس جي، مرحبا بك رانيا، نهارك زين. مرحبا. في العاده تعودنا نحكيو على قصص نجاح، نعطيو بها مثال، نعطيو بها امل لبرشا ناس حتى تنجح في حياتها، ونجيبوا الناس اللي نجحت وتقدم الاكسبوزي والا قصه النجاح هذيا قدام طلبه والا غيره. انتم انخرطتوا في حركه اخرى موجوده في العالم اللي ماناش باش نحكيو على قصص نجاح، على شنو باش نحكيو؟ باش نحكيو اون فيت على لي فيلر ستوريز اللي هما القصص نتاع الفشل. اي دونك سي ديستوار دي شيك، خاطر كي نحكيو على لي ديستوار دو سوكسي دو ريوسيت ايتترا سي با تري كونفانكون. ما تجمش تشوف روحك على عبد بدي حياته قرا سي بون راح دخل خدمه توتي في تظهر لك الحكايه سهله وعنده الزهر. صحيح. دونك كي تحكي له باغ كونتخ على عبد تعب في حياته ياسر ارتاح قدش من مره وقام ولا با اباندوني، سي بوكو بلو فاسيل انك تحكي وتفهم الحكايه وتو تو في العبد هذاك. دونك سي بور سا كو احنا حاولنا نبدلوها وسميناها نات سكس ستوري. دونك ليفينمون اللي هو اسم نتاعنا ناس باش يكون غدوه 15 في الاي اس جي في لونفي تياتر اف 1 اللي يحبوا يجيو. يجيو الناس كل اللي اليوم يتفرج فينا ويحب يجي يحضر ويشوف القصص هذيا. ليفينمون نتاعنا هما ديستيني للطلاب نتاع الاي اس جي اللي ماهمش منخرطين في الجمعيه الفتيه نتاعنا احنا، وبيان سور للطلاب نتاع دوتر فاكولتي كسوا من جونيور اخرى من اي فاك اخرى ولا معنا احنا. شكون هم الناس اللي غدوه اختاروا انهم يجيو يقاسموكم حكايات؟ اكيد راهو فيهم برشا تفاصيل من حياتهم، مش ديما الانسان ينجم يقاوم الفشل، ينجم يعيش حاجات صعيبه ويتغلب عليها ومن بعد في قمه النجاح يرجع يتفكرها، قد تحير فيه برشا حكايات. معناها غدوه في انه واحد يجي ويواجه طلبه ويحكي لهم حاجات صعيبه تعدات في حياته، لازم يكون بالحق انسان عنده ما يقول في روحه. شكون جاي بحذاكم غدو؟ دونك غدو باش يكون معنا خليل عميري اللي هو كاتب الدوله للبحث العلمي، باش يكون معنا زيد سي يوسف فنيرة ديريكتور دو كورب، اي سي سامحني لطفي دراجي ديريكتور اي بي ان. دونك باش يجي ويحكي لكم على القصص نتاعهم كيفاش وصلوا اليوم في المناصب اللي هما فيها اليوم. قداش فما اقبال من الطلبه على نوعيه التظاهرات هذه اللي تنظموها رانيا؟ فما برشا اقبال، على خاطر فما احنا اون اجوردي 56 كونسلتون في جونيور نتاعنا، ولي 56 كونسلتون هما سي لي بيرسون كي اون بلوس هكا اكسي ليكسبيريونس نتاعنا، كو سوا دي سيمينار دي فورماسيون ولا اي حاجه ولا لي اكسبيريونس في لي سيرفيس كون اسي دوفخيغ. اما العباد اللي مش مخرطين معانا سي اون اسي دو فير سيز ايفينمون لا بور كيلز اي حتى هما ان اكسي ليكسبيريونس نتاعنا ميم سي بور 3 4 اور ايزي ils essaient de bénéficier en fait. Donc فما برشا اقبال، على خاطر فما برشا عباد تحب تتعرف علينا اي انكور تتعرف على ليكسبيريونس نعملوا فيها ولا الحاجات هذوكم الصغيرات. يقترحوا عليكم ساعات دي سوجي نتاع كونفيرونس، يقولوا لكم مثلا جيبوا لنا فلان ولا نحكيوا على فلان، ولا مثلا توا اكثر مشكل معناها يتطرح بين الطلبه هو التشغيل والامبلوا، اسكو تحكيوا ما بين بعضكم ويجيبوا لكم دي بروبوزيسيون نتاع خدمه اخرى قد تكون نهار اخر في لي بروجي نتاعكم والا لا؟ بون هو نورمالمون سي كونفيدونسيال، دونك اون ايسي با ترو دو مونتخي احنا شنو على شنو نحبوا نخدموا ولا شنو ليفينمون جي، اما اون ايسي دو سافوار دو مانيير انديريكت، سافوار ما احناش نقعدوا ندوروا نسالوا شنو تحبوا ولا اسكو تحب حاجه هكا، مي اون ايسي دو كومبخوندر. باغ اكزومبل لاني ديرنيير عملنا تونيزيا وركس 2.0 اي سيتي سور لا تيماتيك نتاع البي اف او، خاطر لاحظنا اي بوكو دو ستريس، العباد الكل توجع على لي ستاج، دونك اون ايسي دو فير سيت ايفينمون لا. دونك كل عام اون ايسي دو كومبخوندر حسب لاكتواليتي اللي عندكم في الاي اس جي. سافا فوالا. سينو القرايه لاباس، لامبيونس جينيرال في الاي اس جي. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه رانيا، ان شاء الله بالتوفيق. دونك نذكروهم غدوه ان شاء الله ماضي ثلاثه نتاع العشيه يكونوا بحذاكم ان شاء الله في الاي اس جي. نمشيو احنا للبلاتو اللي بعد، باش يحضر بحذانا بعد شويه بطل عالم، خليكم تشوفوه من خلال التقرير الصغير هذايا، ثم نرجعوا نستقبلوه مع المدرب نتاعو في البلاتو، خليكم معنا. بوشيكي بلو لعب في جربة، خذيت في تايتو، رشحت روسيا كأس العالم والحمد لله يا ربي
ربحت البرونزية في الكاراتيه كوشي. حمدي البكوش أستاذ رياضة قري هنا في الكوليج في حمام المزريبة واختصاص فنون دفاعية كاراتيه. راني في نادي صقور المصايف للفنون الدفاعية بحمام زريبة. النادي هذا يبدأ صغير بشوي بشوية يبدأ يكبر ورغم الصعوبات ورغم الظروف اللي مرنا به، لكن الحمد لله العالمين وصلنا نحقق في نتائج وطنية ثم نتائج عالمية. كان عندنا معناتها البطولة هذه تعروسية اللي استدعونا لها ومشينا وشرفنا بلادنا تونس وجبنا ميدالية برونزية، لكن كنا نتمنى لو كان هزينا عدد أكبر مثلنا. احنا هزينا تلميذ فقط اللي هو محمد عز الدين وجبنا المرتبة الثالثة في الكومبا ميدالية برونزية، لكن كنا نجم نهزوا أكثر تلامذة خطر عندنا أكثر تلامذة متميزين. هذا من كل تلامذة احنا لو كان مشاو احنا كنا متأكدين انهم يجيبوا الذهب، لكن الظروف ما سمحتش. هذاك علاش كنا نطلبوا من الصبط باش يدعمونا على صعيد الماتريال. شوفوا انتم على القاعة ورانا ما عندناش أبسطة حتى باش نترنوا عليها، يدعمونا بشوية أبسطة نترنوا عليها ودعمونا بشوية ماتريال من قبل قبيل ليغون لي بروتكسيون لي ساك دو بومبس. هذوما الكل معنا حاجات اللي احنا في حاجة لهم واللي إذا كان يتوفروا نجموا نجيبوا نتائج أفضل. فرحان برشا اللي شرفت تونس وشرفت جمعيتي وولاد زغويل بالذات، وحلمي اللي في سيرة أيام نولي بطل عالم، وعلاش ليه نولي بطل عالم ونولي كيب ناسيونال. أكبر قصص النجاح في العالم تبدأ بحلمة، تبدأ بغرام، تبدأ برشا حب، ومش ديما تكون فيها الإمكانيات هي كل شيء. هذاك علاش برشا أبطال في العالم يخرجوا من جمعيات صغيرة، يخرجوا من نوادي صغيرة، صغيرة بالإمكانيات لكن كبيرة بوليداتها اللي عندهم برشا ما يقولوا في رواحهم. احنا اليوم باش نمشيو لزغوان وباش نمشيو للنادي حمام الزريبة وين نجيبوا معنا بطل من أبطال العالم، ناخذوا ميدالية برونزية في بطولة عالم ماهوش حاجة سهلة ماهوش حاجه ديما تصير. بحضينا في البلاتو محمد عزيز البديوي اللي متحصل على الميداليه هذه. مرحبا بك محمد عزيز، نهارك زين. مرحبا. ومعنا كيف كيف الكوتش حمدي بكوش استاذ تربيه بدنيه والمدرب اللي رافق المسيره اللي بدات ان شاء الله بقوه بالنسبه لمحمد عزيز. مرحبا بك سي حمدي. مرحبا بكم، يعطيكم الصحه، شكرا على الاستضافه. شكرا لك. ما شاء الله جيتونا بالتتويجات نتاعكم، تو نحكيو من بعد على النادي والشباب والصغيرات اللي موجودين فيها. ما نبدا معاك محمد عزيز، ميداليه برونزيه نحكيوا على بطل عالم، كيفاش كانت المشاركه نتاعك وكيفاش مشيت؟ واحكي لي شويه الكواليس اللي برشا ناس ما يعرفوهاش. والله انا فرحان برشا اللي جبت ميداليه برونزيه واما خساره حبيت يمشوا معايا اصحابي كنا نجيبوا اكثر ميداليات وزاد فرحان برشا اللي انا مشارك في نادي مصايف الجواليت وفرحان برشا الاستاذ نتاعي مسيو حمدي بكوش احكي لي كيفاش كانت المشاركه؟ كان سهل معناها المنافسين نتاعك ما كانوش قويين برشا باش انت ربحتهم، والا ليه احنا رانا اقوى منهم؟ هذاك علاش اليوم عندنا ميداليه برونزيه؟ بالطبيعه احنا اقوى منهم. لعبت ضد واحد روسي معناها ربحتوا على الميدان نتاعو اما خساره برشا. لعبت ضد واحد جابوني خسرت معاه خساره كاو. اما ان شاء الله المره الجايه نكون ما احسن وتوا نطمح لبطوله اليابان ان شاء الله نفرح اولاد حومتي ونهز الرايه التونسيه في اليابان ان شاء الله يا ربي. كوتش حمدي محمد عزيز اليوم يحمل ميدالية برونزية باسم تونس ويمثل صغار تونس الكل، لكن محمد عزيز يقول لك خسارة اللي أنا مشيت وحدي على خاطر فما برشا صغار من اللي كنا نشوفهم في الفيديو كانوا هما زادا يستحقوا يمشيوا لكن ما كانتش عندهم الفرصة. نعم صحيح،
عندنا برشا تلامذه متميزين حقيقه، لكن الماديات هي اللي تنقصنا احنا، تو التنقل والسكنه معناتها هم اللي ينقصونا. ارزمون محمد عزيز نجم يدبر سبونسور باش نجم نخرج، لكن مش الكل نجم يدبروه سبونسور هذايا معنا، ولذا معنا هذه الصعوبه الكبيره اللي عندنا هي الدعم. الدعم للتنقل باش نمشيو احنا، تو تعرفنا معنا في روسيا معنا تحصلنا على استدعاءات لبطوله البطوله في اوكرانيا وبطوله في اليابان، لكن من هنالك الوقت هذاك الحاجه اللي ينقصنا العديد من عوادها كيفاش مش نمشيو، كيفاش مش نمشيو. هذاك علاش احنا نوجهوا النداء نتاعنا من هنا. احنا في حمام الزريبه عندنا زون اندستريال كبيره. انا هذاك اش باش نقول لك، معناها توا زغوان بصفه عامه فيها صناعيين وفيها مصانع وفيها رجال اعمال. اليوم وقت اللي يشوفوا معناها واحد من اولاد النادي عنده ميداليه برونزيه، راهو هذايا يمثل معناها بالنسبه لهم هما اشهار كبير، وينجموا يراهنوا عليه وينجموا يعاونوه في انه يخرج لبرا ويمثل تونس. ما اقنعتهمش الميداليه والتتويجات نتاعكم في انهم ينخرطوا في النشاط الرياضي ويحطوا فلوس على شباب غدوه ينجم يهز الرايه التونسيه؟ احنا وجهنا نداء ورينا قبل ما نوجهوا النداء، احنا ورينا اللي احنا قادرين ان نجيبوا نتيجه طيبه نرفعوا بها اسم قريتنا ساعه قبل كل شيء، ثم اسم بلادنا والدرابو نتاع بلادنا في المحافل الدوليه. وجهنا النداء هذا، لكن نطلبوا من السلطات المحليه البلديه والمعتمديه والولايه انها تعاوننا باش نقدموا الملف نتاعنا، ملف سبونسور هذا سبونسورينغ هذا، وباش يوافقوا عليه معناتها المستشهرين في المنطقه نتاعنا. ونجدد معناتها شكري لجميع المسؤولين اللي عاوننا شويه واللي عاوننا برشا. نجدد شكري للمنظمه الوطنيه للطفوله التونسيه اللي هي احنا ننشطوا تحت الرايه نتاعها، بلدية الزريبه، معتمدي الزريبه، ولايه زغوان، ومعنا المسؤولين كل اللي عاونونا. احنا نطلبونهم باش يزيدوا يعاونونا اكثر باش تكون النتائج نتاعنا اكثر، سيرتو وقت اللي ورينا اللي نحن قادرين ان شاء الله. محمد عزيز احكي لي شويه، قداش عندك من اللي بديت تترينا وكيفاش بدا حبك للرياضه هذه؟ انا من اللي صغير عمري 6 سنين بابا عرفني على مسيو حمدي الباكوش، دخلت نترينا كيما الناس الكل كي من الاول بدينا نلعبوا في زغوين في سوسه في كل شيء هكا، الحمد لله يا ربي. كنت تصور نهار اللي بديت تلعب اللي انت راك باش تولي من ابطال العالم؟ بالطبيعه انا ما عليش، انا حلمي باش نولي بطل العالم، وان شاء الله ان شاء الله نهز الرايه التونسيه في اليابان. والقرايه شنو حويله؟ لاباس. موفق ما بين لونترينمون والقرايه؟ بالطبيعه. والظروف نتاع لونترينمون واحوال النادي واحوال اصحابك كيفاش؟ والله لونترينمون كان معناه ما جيناش، معناها كان ما تبسناش روحنا شوي، خاطر ما عندناش لا ماتريال لا حد شيء، قد ما تصور ما عندنا حد شيء. وانا وصلت جبت ميداليه برونزيه، اما بالرسمي كان مشاو معنا اصحابنا، نحب نذكرهم لك، حمدي، حيدر، ريان، احمد، فاروق، كنا 100% نجيبوا مخير وكاو، اما ان شاء الله يدعمونا ويعطيونا الماتريال اللي حشنا به ان شاء الله ان شاء الله. سي حمدي، حتى نختموا نزيدوا نعطيوا فكره على الصغار اللي كان يسمي فيهم الكل والشباب هذوما اللي موجودين معاكم في النادي، على خاطر اليوم اذا كان الفرصه جات لمحمد عزيز في انه يظهر ويحمل ميداليه ويكون اليوم موجود بحذانا في البلاتو، راهو فما برشا كيفو يستناو في فرصه، دونك نحكيوا عليهم ونعطيوهم حقهم زادهم. اي نعم، هذا هو. انا احنا معناتها الصغيرات هذوما معناها من حقهم ان الدوله تدعمهم، خاطر هما تعبوا برشا في التدريب. احنا انا في التدريب معناها صار معاهم برشا. هو هذا يقول لك رغم نقص الماتريال لكن وصلنا، راهو كي يقول لك راهو ما عندناش ماتريال وصلنا، راهي حاجه كبيره معناتها. نطلب معنا من حق الاولاد هذوما انهم الدوله تدعمهم باش في الاخر هما يعرفوا مش يعرفوا راي تونس مش يعرفوا تونس. معناتها نتصور انه بهل معناها لفته كريمه منهم بحوالي كل شيء يكون معناها في الاطار الصحيح ان شاء الله. ان شاء الله. وقتاش عندنا كومبيتيسيون اقرب وحده وقتاش؟ عندنا في ماي كومبيتيسيون في اوكرانيا، عندنا في صلاح الشتاء تربص في الجزائر، وعندنا في جويليا بطوله في اليابان، لكن
الاستدعاءات جات. اي. لكن كيفاش مش نمشيو؟ نقطة استفهام. نقطة استفهام. نتمناو انه بالباساج نتاعكم معنا اليوم تتبدل برشا حاجات، سواء من السلطات الرسمية، من الوزارة، من الناس اللي تدعم، من وزارة الشباب والرياضة. نتمناو انهم يتدخلوا، وكيف كيف زاد المؤسسات الخاصة والناس اللي عندها امكانيات. راهو هذا كل يوم نقص لكم من لي زامبو، ومع هذا تزيدوا تعملوا اشهار للمؤسسات نتاعكم وتدعموا شباب اليوم مستحق برشا انكم تعاونوه في انه يمارس الرياضة نتاعو ويحقق الحلم نتاعو ويهز دراب تونس اللي نحبوا نشوفوه في برشا حاجات إيجابية. شكرا لك محمد عزيز البديوي، شكرا، يعطيك الصحة اللي كنت بحضنا اليوم. كيف كيف كوتش حمدي، شكرا لك على الحضور حمدي باكوش، وشكرا للنادي اللي خرج شباب بالطينة هذه من طينة الأبطال. شكرا للوالد اللي تفاعل معنا وخليك تجي بحضنا، سي عبد المجيد عبد العزيز. شكرا لي، نحييه برشا على خاطر خليك تجي بحضنا اليوم وكان متفاعل برشا معنا. شكرا لك، يعطيكم الصحة. احنا مازلنا مواصلين معاكم في البلاتو، وديما نختموا بالأجندة الثقافية، ويجي بحضنا زميلنا حسين وناخذوا معاه المواعيد الثقافية وين تنجموا تمشيوا ما بين اليوم والسهرية، وخاصة انه نعيشوا على واقع ايام قرطاج المسرحية. اكيد يكون عندنا شوية برمجة منوعة ما بين المسرح والسينما وبعض التظاهرات الاخرى. احنا في الاثناء ديما نذكركم انه موعدنا كل يوم العشرة حتى الماضي ساعة، والختام يكون بالاجندة وفي العادة فقرة الرياضة اللي تتغيب لليوم. اش عنا اليوم في الاجندة؟ وين باش تهزنا اليوم كالعادة؟ مرحبا فيت المرة أخرى كالعادة، باش نحكيو في الأجندة، نحكيو على الثقافة، ونبدأ بأيام قرطاج المسرحية جي تي سي الجديد نتاع اليوم. بتبيع الدورة مازال متواصلة حتى 16 ديسمبر. تونس تعيش على وقح المسرح. تعطيكم فكرة تقريبا في النجم نمشيو، فما ليزاتولي نتاع ليزاد نتاع 9 نتاع الصباح هذوك متعداو، فما تمشيو من بعد إن شاء الله تلقاو الكولوك، مسرحية الكولوك هذه باش تكون موجودة إن شاء الله في الأفريكا، في العرض في قاعة الأفريكا. الدبو باش يكون مسرحية الدبو العرض نتاعها، هذا هو الجديد المهم. العرض اللي حاب يبدا اليوم ان شاء الله ال 11، بداوا ديجا ال 11 في سجن برج الرومي، باش يخرجوا توا للجهات اكثر، وباش يمشيوا للمناطق الداخليه، في تبدا في توزر ان شاء الله بعد غدوه، تبدا في عدد من المناطق الداخليه، وباش يمشيوا جدا للسجون. نفس التجربه اللي عملوها في جي سي سي، يمشيوا الناس معناتها اللي هم صحيح تحكم عليهم انت بسلبهم بعض الحقوق المدنيين ومثلا الحريه وتسلبهم من، اما ما تسلبهمش من الرؤيه للفن، باش الناس تتفرج وتحضر وتشوف شنو فما، وتشوف بطبيعه تاخذ فكره على الفن، الناس اللي تمارس الفن تمارس الثقافه ما تلقاش عندهم نوع اخر من الارهاب. اي جي سي سي حكوا جي تي سي عفوا نحكيو عليه برشا البارح في تونس، ممكن نحكيو بالصوره اللي ممكن برشا ما حبوهاش، واللي لقات معناتها وقع يمكن حتى عند عديد المواقع الاجنبيه، ما نحكيوش في تونس خاطر البوليميك اللي صارت في تونس ما بين الناس معاه وناس ضد. باش نحكي تو ناخذ حاجه من موقع اليوم السابع اللي هو واحد من اشهر المواقع المصريه. هي تنفسروا للساده المشاهدين اللي قد يكونوا في بالهم شنو اللي صار. كيف في بالهم شنو تصور معناتها؟ مش ناس كل عندها فيسبوك، مش ناس كل تتبع. ما فما البارح عرض مسرحي عرف برشا ردود افعال، لانه السيد الممثل خرج في جزء من المسرحيه كما ولد من غير ملابس، من غير هدوم، قال عدلي ما به. والممكن الصورة هذه عملت برشا بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي بين الناس اللي تحكي على انه مسرح وحرية الفن وكل شيء وحرية الجسد والحاجات على الفن هذوك، وفما بين واحد يقول انه فما زاد ليميت لكل شيء، منهم مثلا انه الحاجات كما هكا ما تصيرش سابقه تصير في تونس. فما شكون فسر له بتاع بعض المسرحيين، حتى مدير المسرح البلدي معناتها ورئيس فرقه تونس، فما اللي كان معاه، وفما اللي يكون حاول يلقى تبرير، فما شكون قال العرض ككل باهي. تبقى بعض الخرجات تناقش، لهنا نحكيو مع مدير المهرجان ايام قرطاج المسرحيه اللي كان قال السيد حاتم دربال، الفنان حاتم دربال، قال انه فاجئ الممثل، فاجانا ما كانش بريفيو معناتها في العرض. أنا اللي معناها وصلني ما نعرفش إذا كان صحيح، اللي في عروض أخرى تقدمت في دول أخرى ما كانتش فما اللقطة هذه. يظل فيهم الحرية بالغلط في تونس، معناتها في بالو احنا بلاد حرة صحيح. عمل إكسي نتاع تعبيرة فنية معناها. الإكسي يكون راهو سكوندا، اثنين ثلاثة أربعة، 60 سكوندا، 120 سكوندا، ما نص ساعة قال لك. نص ساعة كما ولدته أمه، على كل ربي يهدي معناتها ما نحبوش حاجة حادثة كما هكا تغطي على أيام قرطاج المسرحية، لأنه المسرح حاجة أخرى، تعبيرات فنية، تعبيرات جسدية، حاجة معناتها منذ آخر نتصور معناتها الناس فرصة باهي ما شفت حاجة كما هكا. حاول يمشي يتفرج المسرح الجديد، مازال
موجود الايامات قبل تجي المسرحيه متواصله حتى النهار 16 ديسمبر. اي مشنو معناها فوجئ السيد مدير المهرجان وكهو معناها قال لك فوجئ مو حاسس معناها باش فسر معناها الممثل عطاه تصريح شنو حب يعمل هل هذايا معناها موجود في المسرحيه اذا كان هو فوجئ معناها ما نصورش المسرحيه تمت برمجتها ما هوش اطلاع على المحتوى. هو شنو قال فاجئ مخرج العرض ميم المخرج حتى المخرج ما في بالوش مكتوب هكا فاجئ الممثلين الزملاء وفاجئ مخرج العرض بما قدمه. معناتها السيد هذا عمل حاجه معناتها ارتجل معناها لدرجه انه بيه على كل بون قال لك الناس من هنا فما كلمه مش باهي اللي قال انه السوشيال ميديا ضخم الاحداث ضخم ما يضخمش. نمشيو للحاجه الثانيه نحكيو هنا على دوكيومنتير اليوم باش يتعرض ان شاء الله في الاي اف تي في المعهد الفرنسي التونسي اللي هو اسمه اون 20 بور شانجي لو موند يحكي على ريشوفمون كليماتيك يحكي على التغيرات المناخيه اللي ديما يحكينا عليهم محرز الغنوشي الصباح. العرض باش يكون بدايه من 6:30 العشيه ولهنا معناتها مهم انه نمشيو نتفرجوا وناخذوا فكره على شنو قاعد يصير في العالم من حولنا وهذه حاجات يظهر لي ما تهم العالم الكل ما تهمش فرنسا كهو ما تهمش تونس كهو تهم كامل بلدان العالم. نمشيو لفرنسا مرتين نحكيو في باريس على نوافذ على سينما تونس. العرض من تنظيم الديوان السياحه وزاره السياحه وسي ان سي يكونوا كلهم موجودين وباش بدا البارح ويتواصل حتى 13 ديسمبر البعض غدوه يحكيو على السينما التونسيه. دي ديبا حلقات نقاش ونحكيو مع كبار المختصين وصانعي السينما في العالم. توا باش نحكي على عرض اخر اللي حبيت نختم به خاطر عرض السبيسيال. غدوه باش نبداو ان شاء الله سلسله عروض هي باش تكون للاولاد الصغار المرضى بامراض اللي عندهم من نقص الكروموسوم او متلازمه داون. متلازمه داون باش يكون عندهم تكوين باش يلموهم الناس الكل وباش يعملوا لهم بعض العروض لانه فيهم الموهوبين اللي يعرفوا يصوروا، فيهم اللي يعرفوا يغنيوا، فيهم اللي موجودين يعملوا بعض الاستعراضات، فما اللي يعملوا فنون الشارع والعروض الفنيه نلقاهم غدوه ان شاء الله وباش يكونوا في العرض بتوصل ايام 12 13 و 14 من ديسمبر. صغير مبروك هذا هو اسم العرض نتاعهم ونتمنوا بربي يكونوا حاضرين برشا معناتها لانه التشجيع نتاعهم يكون مهم ياسر. جمعيه الكندي هي اللي تنظفوا بدعم من صندوق الثقافه للجميع للسفاره الالمانيه بتونس والجمعيات المهتمه بالاطفال الحاملين لاعراض متلازمه داون. ما تتصورش قداش وقتها مع حكينا مع لطفي بوشناق قال اللي يخدم لهم اغنيه وقت عمل اغنيه على الصغار هذوما ما تتصورش قال قداش فرحان اني خدمت معاهم وقداش هما فرحانين اللي راهو الناس تهتم بهم خاطر هما عقل صغير صحيح. مخ صغير وقلب نتاع صغير بالاخص البراءه نتاعهم مهمه جدا ان شاء الله يكونوا موجودين المهرجان هذا باش يكون متواصل على طول وباش يكون في جابس يبداو في جابس ومن بعد ان شاء الله ينتشر في عديد المناطق الاخرى. هذه اهم المواد الثقافيه البارح سينما اليوم مسرح مهرجانات كل نهار نعطيو حاجه ان شاء الله والناس الكل تلقى وين تحب تمشي المهم نكونوا حاضرين في انشطه ثقافيه حاجه مهمه جدا أكيد. شكرا لك حسام يعطيك الصحه. دونك هذه كانت الاجنده الثقافيه بالنسبه لليوم ومعها نوصل لختام موعدنا نتقابلوا غدوه استنونا العشاء نتاع الصباح ان شاء الله في فقرات جديده في لمن الناس كل شهي طيب.